مساكم الله بالخير اخواني اخواتي. طبعا اليوم بسوي مضغوط دجاج، صدور دجاج، ولكن المكونات اللي بحطها لشخص واحد فقط، ممكن تزيد ممكن تنقص على حسب. طبعا شخص واحد كوب وشوية، على اساس لو زاد شيء او نقص شيء ما يكون ما يخرب شيء، عشان هذا الموضوع بس. بعدين نغسل الرز هذا 3 مرات اقل شيء في الطاسة حقته. بالنسبة للمقادير تختلف من شخص لشخص، او العدد عندك انت تقدر تضاعفها او تقدر تخليها زي ما هي، يعني على حسب الاشخاص. الان معانا المكونات اللي موجودة قدامكم: طماط وبصل وفلفل وثوم، وعلى حسب برضو على حسب الشخص وش ما يحب. صدر دجاج وقطعة ايش؟ زنجبيل. هذه قطعة الزنجبيل مهمة في كل اكلة عندي، رئيسية صحية مفيدة جدا. ناخذ البصل كالعادة نقطعه الى شرائح، ومن ثم الى مربعات صغيرة زي ما انتم شايفين. طبعا انا اتكلم والكميات على حسب الطباخ، هذه الكمية لشخص واحد. طبعا حتى القدر حق الضغط لازم يكون عندك صغير، لان الطبخة صغيرة ما تتحمل القدر كبير، فاهمين علي؟ هذا الثوم نبي نقطعه برضو قطع صغار على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. تمام. بالنسبة للرز لكل شخص فنجالين، الفنجال العادي البيالة، بيالة الشاي 2 منها تكفي لها شخص واحد. هذا الزنجبيل طبعا نبدأ نقطع زي ما انتم شايفين قطع صغيرة، أساس نرميه هو والبصل والثوم على الزيت زي ما انتم شايفين. هذا قدر الضغط، خليته على النار شوية، بعدين كبيت عليه زيت زيتون اصلي. انتم تشوفون لون الزيت تفكرون، لكن هذا هو الاصلي، عصرة اولى زي ما انتم شايفين صحي. نخليه على النار لحد ما نسمع له طرطشة او نسمع له صوت. بعدها نجيب البصل والثوم والجنزبيل نكبهم في نفس القدر، نخلطهم، نتأكد ان النار تكون متوسطة عليهم وعالية مرة. نبدأ نخلط فيهم، نخلط فيهم لحد ما يبدأ لونهم يصير غامق شوي زي ما انتم شايفين. نرجع احنا هو على النار، نرجع ايش نقطع الطماط الى قطع صغيرة مربعات. في بعض الناس ما يحب الطماط كثير على الكبسة، انا من الناس اللي يحب الطماط كثير على الكبسة، لكن هي عادات على حسب المزاج. يعني مفروض هو نص طماطة تكفي للوجبة هذه بالنسبة لي أنا شخص واحد، لكن أنا شخصيا أنا أحب الطماط، فزي ما أنتم شايفين مكثر طماط. الآن نبدأ في صدر الدجاج، كيف نقطع قطع صغيرة زي حقة الكاري. بعدين بنزل لكم مقطع عن كيف نسوي كاري أو المرقي حق الطبخات الهندية. زي ما أنتم شايفين قطع صغيرة اساس برضه تنكه في الرز وتتوزع في القدر على زي ما انتم شايفين. بالنسبة للفلفل، طريقة تشرحه من فوق اول شيء عمودي 4 اوصال على اساس يتوزع معك في الاكلة بشكل مشهي. بعدين تقطع يصير مربعات صغيرة، بعكس انك لو قطعته على شكل دائري. بعدها نرمي الطماط في القدر، نبدأ نحرك الطماط مع البصل والثوم والزنجبيل، نحرك الكشنة. بعدها نرمي عليها صدور الدجاج المقطعة زي ما انت بشايفين، نخلطهم. بعد ما نخلطهم ناخذ لنا مويه مغلية، موية حارة، واذا عندك برادة فيها موية حارة عادي، او تغليها بالغلاية عادي. تعبي مويه لحد ما ايش يختفي معك الدجاج، زي ما انت ملاحظ الدجاج صار تحت المويه، ما تخليه موازي له ولا تحته. بعدها نبدأ، هذا كمون مطحون، طبعا في شركات كثير تبيع الكمون، عاد انت شوف لك اي شركة وحط معاها كمون ملعقة واحدة. وعندنا الكركم الاصفر، هذا برضو بعض الناس يحبه بشكل كبير وبعض الناس انا احبه خفيف جدا. شوف زي ما انت شايف تقريبا نص ملعقة او ملعقة صغيرة. بعدها البهارات الصحيحة، هذه الورق والعويدي والقرفة. بعدها يا حبيبي يا سيدي الليمون، هذا شيء خرافي في الطبخة، لازم منه أساسي نكة. بعدها تحس انك ناسي حاجة اللي هو الفلفل، تضيف الفلفل
في نفس القدر، وبعدها سلمك الله وياكم تجيب الملح برضو. انا ما احب اكل ملح نهائيا، بس على اساس ايش الفيديو لكم، فنحط لفه واحده على القدر تقريبا، لفه واحده وعلى حسب الميزانيه لكل شخص. بعدها نتاكد من كل شيء نظفناه، نبدا نسكر ونقول بسم الله، شد على الغطاء مضبوط، تاكد ان الغطاء مشدود، ونقفل بالصفاره. نبدا ننتظر هنا احنا ايش ما تلف، ياخذ معك 5 دقائق 3 دقائق، وبعدين يبدا يلف. شوفوا لف عندي ما شاء الله تبارك الله، هذا بدايه ما لف. طبعا بعد ما يلف تحسب 15 دقيقة الى 13 دقيقة حسب النار عندك. اذا كانت نار متوسطة 15 دقيقة، اذا نار عالية تقريبا 12 دقيقة او 13 دقيقة يكون جاهز. خلاص بعد صفر ال 13 دقيقة او 15 دقيقة نجي نفتح الصمام، نلعبكم لعبة الحين. اذا فتحت الصمام حط لك ليمون وشوف كيف نبيز الهواء، يعني شيء من التسليم انت جالس تطبخ. يعني ما قالوا الطبخ فن ونفس وذوق، هذه من واحدة منها. طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ ايش نفتح الغطاء ونشوف ايش صاير جوة القدر. نشوف مع بعض، بس نتأكد اول شيء لان يفضل الهواء اللي جوه، مو اول واحد يفك وهو مليان هواء حينفجر عليه. تأكد ان الهواء وقف، او اذا كنت مستعجل وتبغى تكسب وقت اضغط بيدك على نفس القدر على جوا، انت تصير تفك وانت ضاغط على تحت حتى ما ينفجر، ويبدا ينسم معاك من الجوانب لحد ما ينفك. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف. احاول اقرب لكم الكاميرا الحين، هذا الدجاج صار مستوي والبهارات ما شاء الله متنقعه معاه بشكل خرافي. لحظة بس أساس أعدل لكم الكام. الحين جاء وقت الرز، احنا بنحط الرز الحين بعد ما غسلناه ونقعناه، يمكن نص ساعة نقعته. نبدأ نكبه على ايش القدر، نبدأ نفرغ اللي في هذا اللي حاط فيها الرز، المصفاة هذه ترون حلوة ومفيدة وجدا اقتصادية للرز، يعني ما يتنثر شيء عليك برا ان شاء الله وانت تغسله، يعني وقت الغسيل تتكلم. بعد ما نفرغ الرز في القدر زي ما انتم شايفين، نرج القدر عشان نساوي، نعرف ناقصنا مويه، ناقصنا مويه زايده، المويه ناقصه، فاهمين علي؟ نشوف ما شاء الله المويه ايش موزونه مع الرز. بعض الناس يحب يجي متلاصق، هذا يزيد مويه على اساس يبقى الرز متلاصق، لكن نثري زي هذا. طبعا شويه تنكيه، حبه فلفل وثنتين ثوم بدون تقطيع على وجه الرز. بعدها نبدأ ايش، بعد ما تأكدنا من كل شيء انه سليم وكل شيء تمام وكل شيء كامل، نبدأ نغطي القدر من اول وجديد زي كذا، تمام. بعد ما غطيناه نركب الصفيرة زي ما انتم شايفين، حلو. نبدأ ننتظر احنا على نار هادية لحد ما تستس، تستس بسيطة، ما يروح يلف زي كذا، لا تستس بسيطة. نحسب له 20 دقيقة بالضبط، 20 دقيقة، ونفتح ايش الصمام، يكون الرز قد ايش ضبط ما شاء الله تبارك الله، صار حبات الحالة. الحين بنفتح لكم الغطاء وتشوفون كيف شكل الطبخة وهي في القدر قبل ما ننزلها على الصحن، وان شاء الله انها راح تعجبكم. وانا بديت انوع في القناة صراحة، من طبخ من المزرعة حقتي، من العامل الى انواع القطط الى انواع الطيور والفقرات، لكن هذا امر الله ومجال الكهرباء، يعني حنوع لكم ان شاء الله ما بخليها شيء خاص. طبعا زي ما انتم شايفين نبدا الان بسم الله، بعد ما تفرغ الهواء نتاكد ان الهواء تفرغ من الصمام، نبدا نفك ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف ايش داخل القدر. ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين استوى بالكامل عليها بالعافية، شكلها النهائي او القدر المحترفين، المحترفين نسميها. تشوفون القدر شلون صغير، قدر الضغط ده صغير جدا، مناسب لشخص شخصين او واحد توه معرس، يعني هذه نهاية
الأكلة ما شاء الله تبارك الله كيف جاهزة، ضفت عليها الكرنب هذا لأنه صحي ومفيد وأنا أهتم بالصحة. لايك واشتراك وكومنت وحياكم الله.